بسم الله الرحمن الرحيم، معانا يا ولادي الحلقة رقم 15 ودرس جميل اسمه ايه؟ طرق جمع الكسور العشرية. ازاي نجمع كسر عشري وكسر عشري بأكتر من طريقة؟ يلا مع بعض نشوف الطريقة الأولى، وهي طريقة النماذج. الجدول اللي قدامنا ده نموذج بيقول لي اجمع مين 3 من 10 و37 من 100. أقول له في مشكلة، يقول لي ايه هي؟ أقول له الجدول اللي قدامنا ده 100 خانة. الجدول اللي قدامنا يا ولاد ده 100 خانة، 10 طول و10 عرض، 10 في 10 ب 100. طب يا مستر حامد أنت مش عارف ترسم 37 من 100؟ أقول له لا سهلة، نعد 37، أدي 10، أدي 20، أدي 30، وأدي 7، يبقى اللون الأحمر ده 37 من 100. أمال إيه المشكلة؟ المشكلة في دي 3 من 10. طب ليه مشكلة؟ لأن الجدول 100. إزاي جاي تقول لي 3 من 10؟ أقول له فهمتك، كل واحد من 10% بعمود ب 10، يبقى 10 20 30، يبقى دي قيمتها كام؟ 30 من 100، اللي هي يا ولاد 3 من 10. فهمني، حط زيرو على اليمين يبقى 3 من 10 اللي هي 30 من 100. طب لو جمعتهم كلهم بعد ما أضفت الزيرو يطلعوا 67 مربع، يبقى الإجمالي بتاعهم 67 من 100. طيب واحدة كمان، طريقة جدول القيمة المكانية، ودي سهلة. الجدول اللي قدامنا ده عبارة عن جزئين، ده جزء الوحدات وده جزء الكسور العشرية، اللي فيه جزء من 10 وجزء من 100. ناخد مين؟ التلاتة من 10 ونوديها عند بيتها. 3 من 10 يبقى التلاتة هنا بوينت زيرو. طب 37 من 100، السبعة هنا والتلاتة هنا بوينت زيرو. طب ازاي نجمع السبعة دي لوحدها؟ تنزل 3 و3 6، والبوينت ينزل والزيرو ينزل، طلعت نفس الإجابة يا واد يا مالك. هنا 67 من 100 وهنا 67 من 100. يبقى المستر شرح الجمع بكم طريقة؟ بطريقة النماذج وطريقة جدول القيمة المكانية. ونيجي للطريقة الثالثة، اسمها الطريقة الخوارزمية المعيارية. هتقول لي ده الكلمة مكلكعة قوي يا مستر، يعني ايه الخوارزمية المعيارية؟ اللي هو نجمع الاتنين عادي بتاعنا، الجمع بتاع سنة أولى. بس نعمل حاجة الأول، ايه هي يا مستر؟ مش دي يا ولادي المسألة الأصلية؟ اه يا مستر، العلامة هنا بعد رقمين، تمام، والعلامة هنا بعد رقم، تمام، ممنوع، لازم تكون العلامات متساوية. يبقى نيجي على الرقم اللي يبدو أقل اللي هو 3 من 10 ونحط له زيرو قبل مجمع. أيوة قبل مجمع. وننقل بقى 30 من 100 والتاني 37 من 100، واجمع جمع عادي، 0 و7 هي السبعة، 3 و3 6، والبوينت والزيرو ينزلهم، طلعت نفس الإجابة. يبقى تعددت الطرق، تعددت الطرق، النماذج والقيمة المكانية والخوارزمية المعيارية، والإجابة هي هي. تعال نشوف أمثلة نحلها على الطريقة دي. بيقول لي اجمع دي، قلت له أوكي، بأنهي طريقة؟ قال لي بالخوارزمية المعيارية. قلت له المستر قال لازم نعمل إيه؟ نوزن المسألة. كلمة نوزن يعني نساوي الأجزاء، هنا رقمين وهنا رقم، نقوم ندي لده صفر يا ولاد، كده الأجزاء تساوت، واحد وزيرو واحد، سبعة وتسعة 16، ستة ونطلع بالواحد، وأنا طالع بالواحد عدت على العلامة العشرية، تنزل زي ما هي، واحد وتلاتة أربعة، أربعة واتنين ستة، وأدي الواحد زي ما هو. اللي بعدها هنا رقمين، هنا رقم، ندي لدي زيرو، واحد وزيرو واحد، تسعة وخمسة 14، أربعة ونطلع بالواحد، وما انساش البوينت، دي خمسة واتنين يبقى الإجابة سبعة. نيجي لدي، هنا تلات أرقام يا مرام وهنا تلات أرقام يا مودة، يبقى تجمعي عادي لأنها موزونة، لأن الأجزاء متساوية، تلاتة وأربعة سبعة، واحد وسبعة تمانية، خمسة واتنين سبعة، يقابلني البوينت، ستة وأربعة عشرة، والمستر كتبها كلها لأن دي آخر خانة. نيجي للسؤال اللي بعده، عايزنا نجمع ولكن باستخدام النماذج يعني التلوين. الجدول ده جدول المئة، كله 100 خانة. طيب 12 من 100 سهلة؟ أيوة سهلة يا مستر،
نلون ال 12 من 100 ازاي؟ العمود ده يا مستر حامد ب 10 وكمان اتنين اهم. اوكي طيب ال 63 من 100 نعملها ازاي؟ سهله يا مستر حامد. نعمل ايه؟ ناخد لون تاني كده، نعمل ايه؟ 63 من 100 تظل الست عواميد وتضيف عليهم التلاتة كمان. تعال نضيف التلاتة على مين؟ على دول، ادي تلاتة هم، وهنا نظل الست عواميد، ادي واحد ادي التاني، كمله كامل، وتكمل مين؟ التالت، وتكمل مين؟ الرابع، ادي العمود مين؟ الرابع ب40، وادي العمود الخامس ب50. جميل جميل. وادي العمود السادس ب60. طب لما نيجي نجمع، هل اجمع جمع عادي؟ لا، ده انا بعد يا ولاد، ده عمود كامل وده كامل التاني، 30 40 50 60 70، يبقوا 70 كاملين، ودول سوا 4 خانات، يبقى الاجابه كام؟ دول سوا 5 خانات، يبقى الاجابه كام يا جماعه؟ يبقى الاجابه 75 من 100. يبقى 12 واحده بالاحمر و63 بالازرق، تعدهم مع بعض تبقى الاجابه 75 من 100. اوعى تكتب 75 عاديه. تعالى لدي، 4 من 10، ازاي يا مستر حامد 4 من 10 وهي 100؟ يبقى ال 4 من 10 دي كانها 40، يبقى تظلل ده كاملا وده كاملا وده كاملا وده كاملا. جميل جميل. طب ال 13 من 100، يبقى العمود ده كاملا وكمان معاه 3 وحدات. طب بعد ما اخلص 10 20 30 40 50 وكمان 3، يبقى الاجابه 53 من 100. ادي جمع النماذج. تعال نشوف ده بجمع القيمه المكانيه، نودي كل رقم عند بيته. تعال نبدا بالعدد ده، 6 و3 من 10 يبقى الست احاد، والتلاتة في الجزء من 10، 2 و4 من 10 يبقى 2 أحد، والأربعة هنا، ونجمع. أجمع من اليمين، 3 و4 7 يقابلك البوينت، و6 و2 8 تبقى الإجابة 8 و7 من 10. تعال نجمع دي، يلا ناخد ده الأول، 3 صحيح أهي، 5 من 10 أهي، 2 صحيح أهي، 16 من 100 يبقى هنا الستة وهنا الواحد. اجمع هنا مفيش مع الستة يبقى تنزل، هنا اجمع يبقى ستة، هنا اجمع يبقى خمسة، يبقى الإجابة 5 صحيح و66 من 100. واحدة كمان هسيبك توزعها وتطلع الإجابة، 6 صحيح يبقى في الأحد، 23 من 100 يبقى هنا وهنا، 9 صحيح أهي، وهنا 0 0 5. طب لما نجمع الخمسة تنزل والتلاتة وزيرو تلاتة، وهنا 2، 9 و6 15، 5 هنا والواحد هنا. واحدة كمان، 7 صحيح وتلاتة، أدي السبعة صحيح وأدي التلاتة من 10، أدي التسعة صحيح وهنا 2 3 6. طب لما نجمع تنزل الستة وتنزل التلاتة، وهنا 5 و7 و9 16 يا مرام، هنا الستة وهنا الواحد، يبقى الإجابة الصحيح 16 صحيح و536، وهنا 15 صحيح و235 من 1000. نيجي لمين؟ للجمع، ولكن جمع أفقي. طب وده عادي يا مستر، ده سهل قوي يا مستر، زي بتاع سنة تانية وتالتة. أقول له بس لازم نعمل حاجة، يقول لي إيه؟ أتأكد إن المسألة موزونة، هنا رقم قبل البوينت، هنا رقم قبل البوينت، نحطهم بوضع رأسي. ليه يا مستر حامد حابب تحطهم بوضع رأسي؟ علشان الجمع الرأسي ما بيغلطش، وعلامة الزائد شمال. طب ليه جمعت على طول يا مستر؟ لأنها موزونة، هنا رقم وهنا رقم، 4 زائد 2 6 وادي البوينت، 9 و6 15. طب ليه يا مستر كتبتها كلها؟ لأن دي آخر خانة. طب دي نفس الكلام؟ نفس الكلام. طب دي نفس الكلام؟ ايوه نفس الكلام. ليه؟ لانهم هنا رقمين وهنا رقمين. طب لو كان هنا رقمين وهنا رقم، نوزن المساله الاول. تعال ناخد الاخيره دي، 3.07. طب وهنا 7.09، وخلي كل رقم تحته رقم، 7 و7 14، 4 ونطلع بالواحد، اجمع يبقى هنا واحد، البوينت تحت بعضه، وتلاتة وتسعة 12، يبقى الإجابة 12 و14 من 100. ونيجي لمين دلوقتي؟ للمسألة اللفظية. المسألة اللفظية بتقول إيه؟
إذا كان بإمكان المنزل إن يرفع الكمية دي من المية في دقيقة واحدة، المزارع يرفع الكمية دي مية في دقيقة واحدة باستخدام الشادوف، آلة من آلات زراعية، فكم لتر؟ في 4 دقائق. ال4 دقائق هنا بتمثل كمية. يجي ولد يقول سهلة، يبقى العدد ده يتكرر 4 مرات، يبقى نعمل ايه؟ نضرب العدد ده في 4. طالما عرفت المفرد وبيسأل على كمية، يبقى نعمل ايه في العدد؟ نضرب العدد ده في 4. ادي العدد الكبير وادي ال4 وادي علامة فيه. وهقول لك تعمل العنوان ازاي؟ 4 × 5 بـ20 صفر ونطلع بال2، 4 × 3 بـ12 و2 14، 4 ونطلع بال1، 4 × 6 بـ24 1 × 25، 5 ونطلع بال2. أنا بضرب من غير العلامة الأول، 4 × 4 بـ16 و2 18، 8 ونطلع بال1، 4 × 9 بـ36 و1 × 37. طب البوينت بعد كام رقم؟ بعد 3 أرقام. يبقى نحط البوينت، نعد 1 2 3 ونحط البوينت بعد كام رقم يا ولاد؟ بعد 3 أرقام. يا مستر حامد، بس دي مسألة لفظية، حضرتك ما كتبتش العنوان، مش قال كام لترًا؟ أيوه، تقوم مالك كاتبه العنوان عدد اللترات، ونبين للراجل إن إحنا ضربنا 94 صحيح و635 في 4، وضربت في مسودة وطلعت الإجابة، والإجابة أهي. جميل جميل. طب التمييز بتاعنا بإيه؟ عدد اللترات، يبقى التمييز لترًا. يجي ولد أشطر مني يقول لي مش دي بوينت؟ أقول له آه. يقول لي مش ده زيرو على اليمين؟ أقول له آه. الزيرو على اليمين في وجود العلامة ملوش قيمة، يعني اللي ينقل الإجابة دي كمان مرة ويعملها بالمنظر ده إجابته صحيحة يا ولاد، لأن الاتنين قد بعض. جميل جميل. نيجي لواحدة كمان أجمل، ركز في الفكرة. طه معاه 54 صحيح و20 قرش، يعني 20%، واخوه معاه 45 جنيه و75 قرش، يعني 75%، والاتنين عايزين يحطوا يجمعوا فلوسهم سوا عشان يشتروا صندوق تفاح قيمته 100 جنيه، فالراجل بيقول لك قدر الاجابه علشان نعرف هما معاهم فلوس تكفي ولا لا تكفي، وما قالش اجمع على فكره، امال ايه؟ قال قدر. والمستر هيعمل سهم، واقول لك خلي بالك على كلمة قدر. كلمة قدر يعني نعمل ايه يا جماعة؟ يعني نعمل تقدير بمخنا للعدد الاول، وتقدير بمخنا للعدد الثاني، حسب نوع التقدير اللي انت تختاره. ولد قال ايه؟ خدوا بالكم يا جماعة، هيقول ايه؟ تقدير الاول بمخي من وجهة نظره 54 جنيه و20 قرش. ايوه يا حبيبي، هتعتبرهم كام؟ قال لي هعتبرهم 54 جنيه، يبقى لغى القرش، لغى ال20 قرش. طيب ده تقديري الاول. طيب عايز تقدير العدد الثاني 45 جنيه و75 قرش. طب هو قدرها كام؟ خد بالك كده، قدرها كام؟ قدرها 46 جنيه. عملت ايه يا حبيبي؟ قال لي اعتبرت ال 75 قرش دول جنيه، ضفتهم على ال 45 يبقى 46. اللي عمله ده تقدير بمين؟ بالقيمه العدديه المميزه. طب وال 20 قرش؟ قال ده اقل من النص لغيهم، يبقى بالقيمه العدديه المميزه 54 جنيه. ده عملها ايه؟ عقليا على وجه السرعه، تعال نجيب المجموع بتاع التقدير، قدر الاولاني 54 وقدر الثاني 46، اجمعهم هتلاقيهم 100 جنيه. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ما لديهما هما الاثنين، يحصل ايه؟ ما لديهما يكفي لشراء صندوق التفاح، لانهم قدروا يوصلوا لمين؟ لل100 جنيه. ده التقدير بالقيمة العددية المميزة. تعال نشوف واحدة تانية. أرادت سمر أن تركب الدراجة، ودي آخر مسألة، لمسافة 40 كيلو متر هذا الأسبوع، لما إجا يوم الخميس مشت المسافة دي، يبقى دي مسافة الخميس، ولما إجا يوم الجمعة مشت المسافة دي، يبقى هي قطعت كام؟ مسافتين. فالراجل بيقول لي قدر، قدر فعل أمر. يا ترى سمر قدرت تحقق الهدف إنها تمشي 40 كيلو متر ولا لا؟ هنعمل إيه؟ هنعمل التقدير. التقدير لمين؟ للمسافة الأولى، وهنعمل التقدير للمسافة الثانية.
المسافة الأولى كانت كام؟ 34 و99 من 100. تعال نعملها بالقيمة العددية المميزة، ال 99 من 100 ما شاء الله كبيرة، نعتبرها واحد صحيح، يتضاف على ال 34 يبقى المسافة دي 35 كيلو متر. طب المسافة بتاعت الجمعة 4 صحيح وواحد من 100، واحد من 100 ضئيلة جدا تتلغى، ونعتبر المسافة 4 كيلو متر. يبقى عرفت تقدير يوم الخميس وتقدير يوم الجمعة، هنجيب مين المجموع بتاعهم؟ هنجمع ال 35 زائد ال 4 يبقى الإجمالي 39 كيلو متر. طب هي كان نفسها تمشي كام؟ 40 كيلو متر. أقول له بس خلاص، يبقى ثمر لم تحقق الهدف. طب ليه لم تحقق الهدف؟ لأنها ما قدرتش توصل للقيمة المطلوبة. والمستر عامل لك هنا مسودة علشان لو حبيت تجمع فيها، وادي تقديري الأولى وتقديري الثانية والمجموع. كده خلصت كل الأفكار يا عبد الستار من درس طرق جمع القصور العشرية. يا رب يكون سهل وبسيط يا أولاد.